بنصح الجميع وبنصح نفسي ان احنا نخاف من الاكليشيهات. الاكليشيه موجود كده، الراجل ده ضد الثوره، الراجل ده مع الثوره، الراجل ده اخوان. اوعى تخاف، ثق في نفسك بالمنطق. قول انا بقول لك، انت بتتكلم تقول لي 2000 وثوره 2025 يناير، ولا ليها علاقه، ولا اقول لك حلو ولا اقول لك وحش. انا فاهم بشكل عام وقالي تاريخ وقالي استراتيجيه، بقول لك انه انا محصور هنا. اول ولو قربنا في 2020 من 8% هيحصل حاجه تاني، اما ثوره كبيره بشكل او باخر عشان يوقف البلد، اما يدخل الجيش في حرب عالميه في سيناء في اي منظر هيحصل. احنا منتبهين؟ لا، احنا لازم ننتبه. الاعلام بيتم توظيفه لتحقيق هذه الاراء. الاعلام عباره عن اداه. الاعلام في الفتره الماضيه اللي قبل فتره الفوضى كان الاعلام والاعلامي ذليل امام راس المال اللي بيدفع. وعملنا نجوم، والنجوم صدقوا نفسهم، والنجوم تخيلوا ان هم مفيش، يعني هم زعماء سياسيين. لما جاء الجماهير والمجتمع اشتكى من الاعلام، اشتكى قال لك الاعلام ايه الفوضى دي؟ ايه اللي بيطلع يهبل ده فوق؟ واللي بيطلع يشتم؟ واللي بيطلع ايه الكلام اللي انتوا الدوله في الدوله العيبه الدوله العيبه؟ كله اشتكى من الاعلام في الفتره اللي فيها زعماء في السوشيال ميديا وزعماء في التوك شو بالليل وغيره وغيره. الدوله لازم تتصرف. نعمل ايه؟ لا خالص، يعني طالما انتوا بتشتكوا من الاعلام لانه ممول من الخارج، لانه مدعوم من الخارج، لانه طلع افرز عناصر طفيليه كانت بقت نجوم وبيتكلموا بلا وعي. اتحدى يا جماعه، انا بكلم بشكل مطلق دايما، وزيدوا خلوا الميزان والمسطره بتاعكم القراءه. شوفوا الراجل ده بيقرا ايه، ناقشوه، شوفوا عنده معلومات ايه، عنده ارقام ايه، فاهم ايه. ما ينفعش اي حد يطلع سكريبت يقرا منه ويطلع ينجح. ايه النجوميه اللي فيه؟ ما عادش فيه بره الكلام ده ان واحد قاعد ومتانق في قلب الاستوديو وديكور وبتاع وهو فرحان نفسه. ايه المعلومه اللي عندك؟ ايه الاضافه اللي عندك؟ ايه التفكير اللي عندك؟ الناس بره، انا بكلمك في الاول، يقول لك احنا دايرين احنا بنضحك. هو احنا بنفصل المجتمع؟ هو الناس مش عارفين ان احنا بنقدمين وبنضحك وبنهزر وبنتخانق؟ خلينا على فكره، على اليوتيوب دلوقتي الحاجات اللي بنشوفها قوي ليها طبيعيه، من غير ديكور ومن غير قاعده ومن غير حاجه، بتلاقيها مكسره الدنيا. لكن هذه واحد بقى متانق قاعد ولا بيتفرج عليه. عموما الناس زهقت من المساحيق، الناس عايزه الحاجه الطبيعيه. الناس زهقت من الاكاذيب والصوره. انا اقعد اتكلم، يلا نبدا يا جماعه، واتكلم بلغه متقارنه. اعمل زي ما اتكلم بطريقتك، اتكلم زي ما يا عم، اعمل خليك طبيعي، هتوصل. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشك.